تحت وطأة الفقر اضطر المواطن قاسم يحيى البالغ من العمر 78 عاما إلى افتراش أحد أرصفة شوارع الموصل لبيع الجرار اليدوية، بعدما أصبح بيع هذه الجرار مصدر رزقه الوحيد. أنا مواليد 43، أنا عمري 78 سنة، كنت أصلح راديوات على الغاز، راديو لابات، لابات على الغاز، راديو كانت ترانزستور ماكو لابات ب 68 على الغاز، يشتغل راديو على الغاز ونصلحه ونكمله راديو على الغاز لبات، كان العالم علي لبا راديو يسكت لأنه بينه مغيق، كنت أصلحه أنا وشغل الراديو وقف، يشتغل على ترانزستور، على ترانزستور رجعنا على ترانزستور، من راديوات تلفزيونات مسجلات فيديوهات كنت أصلح أنا كله صلحه، بعدين السوق وقف الشغل ضعف، اتجهت إلى الشربات، إلى الشربات، هاي الشربات أرجعت حيانا الشربات، حيانا القديم. ويشكو قاسم يحيى من فقدان ما يعيله أو تخصيص راتب من شبكة الرعاية الاجتماعية الحكومية يكفيه مؤونة السؤال ويعينه على ما فيه من فقر العيش. اتجهنا إلى الشغل، هذا الشغل اتجهت إلى الشغل، المعيشة متحطمين، راتب ما عدنا، معين ماكو أحد، بس عندي ولد معين واحد، اتجهنا إلى الشغل هاي، على الشربات، على البغنيات، على الدولكات، على الكلاسات، المعيشة هاي المعيشة، لأن يعني فتنا بحرب طلعنا، طلعنا كل شيء ما عدنا، أمورنا واقفة كلها. قصة المسن قاسم يحيى وأوضاعه المعيشية الصعبة سلطت مزيدا من الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها سكان الموصل بعد سنوات من أزمات معيشية وتداعيات حروب وغياب الدعم الحكومي. نحن غير من الله بركي أحد يدعمنا، دعم بركي من الحكومة، من الكل، منظمات بدعمنا، بس هذا بس غير كل شيء غير. أنا عراقي بس اسمي بالعراق، بجلس فيها هوية عراقي، بس حصواي بالعراق ما عندي، حجرة بالعراق ما عندي. معاناة المسن قاسم يحيى تسلط الضوء على آلاف الحالات المماثلة وفئات كثيرة في المجتمع التي تعاني افتقارها أدنى مقومات الحياة الكريمة وتفشي البطالة وانتشار الفقر ووعود حكومية للاستهلاك الإعلامي والانتخابي.